ايه اللي توقفت امامه في هذا الجزء من كلام السيد الرئيس تحديدا عن الاهمال وما يؤدي اليه؟ هو السيد الرئيس اكد ان الاهمال هو وجه اخر للارهاب. الاهمال نفسه فساد. احنا عندنا خلل في بعض قطاعات العنصر البشري الموجوده. السكه الحديد على مدار العقود الماضيه تعرضت لاهمال تقني وحاله من الاهمال البشري، بحيث يعني خلينا نتكلم في حادث القطار الاخير ده. يعني هو لا هو مرتبط بامكانيات ولا بقدرات ولا حتى بميزانيات. احنا بصدد سائق مستهتر مهمل مشبوه تسبب في كارثة إنسانية، تعاطى النهاردة حتى بتعاطى المخدرات استروكس أو غيره. احنا عايزين نغير الثقافة في المواطن المصري عندما يقعد على كرسي العمل يفصل تماما كل الأشياء، بالإضافة ان هو تأهيل كويس، اختيار العناصر ذات الكفاءة ذات الأمانة ذات الثقافة المهنية العالية. لابد ان احنا نكون جادين كمان، نعلم ولادنا نكون جادين في اداء العمل. يعني حتى الدين بيحس على اتقان العمل، لكن الفكرة ان انا اللي حصل ده كله وحتى كم الاكاذيب وكم الشائعات والحديث عن 10 مليارات رغم ان السيد الرئيس بيشير ان الميزانية اكبر بكتير حتى من 50 مليار، ربما كنت اعتقد ان الرقم كان 56 مليار لكن الرقم اكبر بكتير، والرئيس قال ان حتى موضوع الكهرباء. بس الناس بتنسى احنا كان عندنا كم من مشاكل في البوتاجاز في الـ في الـ في الـ في السولار في السولار في البترول في العيش في كل حاجه، حتى المشاكل الصحيه عندنا كان استشرى فيروس سي، كان عندنا قوائم كبيره جدا في القوائم الانتظار، عندنا عشوائيات تمس كرامه مصر وشعبها، عندنا مبادره بنعمل حاجات ومبادرات كويسه جدا. لكن هل السؤال كل مواطن مصري يوجه لنفسه سؤال مهم جدا، كيف كنا وكيف اصبحنا؟ يعني احنا هل احنا كان حالنا سنة 2011 و2012 و13 و14 و15 بهذا الشكل؟ سيادة الرئيس النهاردة تحدث ان في 30/6 هيتم مشروعات ب4 تريليون جنيه مصري. طب هل ما بال حضرتك بلد بتخوض حرب على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه؟ خلينا نتكلم في سيناء، خلينا نتكلم في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، خلينا نتكلم كميه التحديات حتى الارهاب اللي موجود في الداخل والحمد لله تم تحجيمه بشكل كبير جدا. لكن في نفس الوقت المعركه الشرسه والانجازات دي اللي انا مش ببالغ والله ان انا بقول اشبه بالمعجزات، احنا بس مستعجلين بندور على بعض القشور البسيطه، لكن احنا ماذا ينقصنا؟ بنعيش في امن وامان، البلد الكيرف بتاعها بيطلع وبيطلع بمعدلات، الاصلاح الاقتصادي الشامل والاجتماعي بيحقق وبيؤتي ثماره وبيؤتي اكله بشكل كبير جدا بشهادات دوليه محايده. احنا كان زي ما بقول لك بالبلدي حالتنا اقل من 15 مليار دولار، وصلنا لمعدل نمو اقل من 2%، دلوقتي اكتر من 45 مليار، المعدل السنه دي 5.5 معدل نمو، في انخفض عجز الموازنة، انخفض التضخم، انخفضت معدلات البطالة. لكن انا عايز هنا الاهتمام بالانسان المصري، ودي يمكن اولويات كبرى عند السيد الرئيس تعليميا وصحيا. نغير ده ازاي؟ يعني لما بنتكلم عن الفساد، انعدام الكفاءة، انعدام الضمير، كل دي امور الحقيقة يعني مش بس زي يعني ما كان الرئيس بيتكلم مش بس بتحصد الارواح يا استاذ عبد الرازق، طبعا دي كمان بتحصد الامل في مستقبل صحيح. افضل، وده حاجه كلنا بنتمناها. اللي انا نمره الامر الاول ان انا لازم اتانى في اختيار العنصر البشري الكفء صاحب الامانه، صاحب اللي هو يعني مش مشبوه او عنده سيرته الذاتيه كويس. نمره الامر الثاني والمهم هو الكفاءه، التدريب والتاهيل، ان انا ما عادش حد يتولى مسؤوليه غير لما يكون مؤهل بنسبه 100%. نمره الامر الثاني التقييم المستمر للاعمال للعناصر البشريه، ما سيبش انا الدنيا واعمل اقول السنه دي هعمل تحاليل، السنه دي مثلا هعمل تقييم واشوف العناصر الشارده او العناصر السيئه، لا يبقى على مدار الشهر في المرافق الخطيره اللي بتمس امن الناس وسلامتها. مش معقول انا عندي مئات من البشر وانا بسوق قطار ومتعاطي ماده مخدره، او قاعد عاملها فاتح الكابينه مثلا وبمارس فيها مرقص واغاني وبتاع. انا بالتالي لازم اعلم الناس ثقافه العمل، لازم اتقان العمل، لازم التركيز، لازم الفصل حتى بين عملك وبين مشاكلك في البيت، ده مهم جدا. لكن انا اسيب المتابعه كويس جدا، اختيار العناصر، الاشراف عليها
وان اشوفها كل شويه هل خاضعه للتقييم. ده امور مهمه جدا لا تسمح بفساد، مفيش مجامله، والحمد لله احنا مفيش وساطه دلوقتي في اي مجال من المجالات، الفرص للجميع متساويه. ما علي ان انا اتابع واختار بحياديه كامله وموضوعيه واتابع كمان عمليه التقييم على فترات قصيره. طب الرئيس اتكلم كمان عن جزئيه مهمه خاصه باصلاح الجهاز الاداري للدوله وادخال تعديلات على قانون الخدمه المدنيه لمعاقبه الموظف اللي بيثبت انه بيتعاطى المخدرات حفاظا على ارواح المواطنين وحفاظا على يعني الوضع وخلينا نقول النظام العام. اهميه ده ايه؟ يعني اهميه انه اذا في شخص وموظف بيتعاطى المخدرات يتم التعامل معاه بحسب. خليني اقول لحضرتك، هي المؤسسه العسكريه العظيمه عندنا هي ناجحه ليه؟ لان في انضباط، في متابعه، في اشراف، في كل شيء بي 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 بيضمن تقديم الخدمه بجوده عاليه جدا. لكن انا لما اتكلم دلوقتي ان سياده الرئيس قال تعديل او وجه بتعديل قانون الخدمه المدنيه، لما اجي انا دلوقتي وانا وده من اعظم القرارات اللي اتخذت، لان كتير جدا من مؤسسات الدوله فيها ناس تمارس او تتعاطى مواد مخدره، حتى سواقين النقل العام ممكن يكون موجود، سواقين الاتوبيسات السياحيه، وما اكثر الحوادث اللي حصلت الحفلات المدرسيه مثلا بالظبط، يعني في حوادث التضامن يعني فعلا بتتعامل مع ده بارواح ابرياء من الاطفال، سواء الاتوبيسات زي ما حضرتك اشرتي، اتوبيسات المدارس، اتوبيسات النقل العام، الاتوبيسات السياحيه كمان، ده مهم جدا. لكن الفكرة ان مش بس حتى المؤسسات اللي بتتعلق بمنظومة النقل، لا، كل مؤسسات الدولة لابد ان يتم فيها هذه الاجراءات، لازم من تعظيم يعني واعلاء مبدأ اللي من يعمل يأخذ. عملية التقييم مهمة جدا، انا دايما بقول لكن احنا في حالة اهتراء في المؤسسات، في ناس كتير ما بتأديش دورها، ربما يكون معذورا، احنا عندنا 6.5 مليون موظف، الدولة مش في حاجة لأغلبيتهم، ونفس الوقت في مسؤولية اجتماعية بتمارسها الدولة وتشكر عليها جدا ان هي برضو محافظة على أرزاق الناس وقوتهم. لكن حالة التراهل اللي في الجهاز الإداري محتاجة وقفة حاسمة، محتاج وقف الانضباط، حتى مواعيد العمل بصرامة، إشراف يعني دايما، حتى الأجانب بيشتغلوا بمواصفات، أو حتى القوات المسلحة عندنا المواصفات المهمة أو المهمة اللي واحد اتنين في شروط بتأديها، 1 2 3 4، أنا لما استوفوا هذه المهمة إذن ده قمة النجاح وقمة الانضباط.